عملية إطلاق نار أخرى في الضفة الغربية، وهذه المرة في الخليل، مقتل مستوطنة وجرح آخر، واستنفار أمني كبير دفع الجيش الإسرائيلي لفرض طوق على مدينة الخليل والقرى المحيطة بحثا عن المنفذين. هو ذات السيناريو الذي ينفذه الجيش في نابلس بحثا عن منفذ عملية حوارة وسط انتقاد زعماء المستوطنين الذين اتهموا الجيش بالتراخي ويطالبون بعمل عسكري في الضفة الغربية وإغلاق طرق الضفة أمام الفلسطينيين ونشر المزيد من الحواجز فيها. هذا الوضع الذي أصبحت فيه طرقات الضفة مسارات خضراء للإرهاب لا يمكن أن يستمر، هذا غير أخلاقي وغير مسؤول. لا يجب على الفلسطينيين دخول تل أبيب والقدس، ولا يجب أن يتجول الفلسطيني في طرقاتنا، هذا يجب أن يتغير. دعوات للانتقام وإبادة الأعداء يطلقها أعضاء في الحكومة والائتلاف، وممثلو اليمين المتطرف يريدون استغلال الأوضاع لفرض نظام فصل عنصري تام في الضفة، فيما يقول مراقبون إن تصريحات وممارسات هؤلاء هي السبب في تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية. إحباط الفلسطينيين كبير، وهم يخرجونه على شكل عمليات ضد المستوطنين. سموتريش وبن غفير يريدان مزيدا من الاستيطان ومزيدا من القوة ومزيدا من الاضطهاد، ولا يطرحان أي حل آخر. ويرى محللون أن هجمة ممثلي الاستيطان داخل الحكومة على الجيش ليست إلا محاولة لاستغلال الأوضاع الأمنية وشن حملة تشويه ضد قادة الجيش، حملة يقودها اليمين المتطرف وتهدف لتحميل قادة الجيش مسؤولية العصيان الحاصل فيه وتنصر الحكومة من المسؤولية عنه. حكومة اليمين المتطرف بممارساتها تشعل الضفة الغربية وتطالب بمزيد من التضييق على الفلسطينيين وفرض نظام فصل عنصري يبعد الفلسطينيين عن طرقات الضفة الغربية لتخلو للمستوطنين فقط، وكل هذا تحت ذريعة الأمن. نضال كنعاني، سكاي نيوز عربية، القدس.